اهلا بيكم في تاني فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. والحقيقه الاسبوع ده حضرات كان اسبوع حافل جدا بالانجازات على مستوى الالعاب المختلفه، كلنا شايفين تقدم ملحوظ يعني في الفتره الاخيره، شفنا المزيد من النجاحات والانتصارات، منهم طبعا منتخبنا الوطني لكره اليد اللي ابتدى مشواره بفوز كبير على نظيره الكرواتي ثم المغربي، وبالامس كمان الفوز على منتخب امريكا، كذلك البطوله العربيه للسلاح المقامه في البحرين واللي فزنا فيها في يعني فزنا في كره اليد من خلالها بميداليه في سيف المبارزه وسلاح السيف وسلاح الشيش ورفع الاثقال. اللي عايز اقوله يعني بس عشان الكلام دخل في بعض ان كره اليد بتتحقق فيها انجازات كبيره، ومش بس كره اليد، كل الرياضات اللي ذكرتها لحضراتكم. تعالوا نتكلم ونتعرف على تفاصيل هذه النجاحات المتتاليه من خلال ضيفنا العزيز اللي منورنا في فقرتنا النهارده، الناقد الرياضي الاستاذ شادي نبيل. يا صباح الخيرات على حضرتك واهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم واهلا بجميع الساده المشاهدين. شادي انت منورنا بجد والله، ومتالق يعني جداً. ناقد رياضي متالق حقيقي، انا متابعاك ومنورنا في قناه الاهلي. وهنخش مرسي. بقى على طول، بس انا هسال سؤال عام في الاول فضل. لان هنا لازم نقف شويه. احنا مؤخرا بجد بقى لنا كام سنه كده بقينا نشوف تالق غير مسبوق، وده هحط تحتها كذا خط، في رياضات كتيره جدا منها الفردي ومنها الجماعي، على عكس بقى او على غرار كره القدم. ده راجع لايه يا شادي من وجهه نظرك؟ يعني التالق ده راجع ليه رغم الازمات الماليه اللي عندك، رغم المشاكل الموجوده لبعض الاتحادات المختلفه، بس انت برضو عندك على الفردي والجماعي يروحوا ويمثلونا في محافل دوليه وياخدوا بطولات ورانكينجز رائعه، ده راجع لايه؟ يعني المين فريم التخطيط. تخطيط. التخطيط السليم. وان كل النجاحات او الانجازات اللي بتحصل مش وليده الصدفه. في اتحادات حاطه لونج تيرم بلان شغاله عليها، فبالتالي جه الوقت دلوقتي اللي هي بتحصد النجاحات دي. لو احنا بنتكلم على السلاح، على الخماسي، على الجمباز، طبعا الاسكواش كده او كده احنا سيدين اللعبه تانية. ده انا بتكلم على الالعاب الفرديه دلوقتي، رفع الاثقال بعد العوده من الايقاف، دي اتحادات شغاله ببلان محطوطه. وهنلاقي دايما النجاحات مرتبطه من الناشئين والشباب، هي دي اللي بتخلي الدرجه الاولى او الرجال والسيدات النجاحات بتتواصل، ما بتبقاش لحظيه. لو بنتكلم على الخماسي احنا بنكسب في كؤوس العالم وبطوله العالم، سواء بقى للناشئين او الناشئات، شابات شباب والرجال والسيدات، كل البطولات اللي بنشارك فيها لازم يبقى فيه ميداليات، كذلك السلاح. يعني عشان ما نطولش في النقطه دي، هو التخطيط السليم، الاتحادات شغاله بكل مجهودها، في طبعا دعم وفي يعني من القاده السياسيه ومن وزير الشباب والرياضه، الاتحاد اللي شغال صح بيحصد نتائج صح والكل بيدعم، والسبونسرز يا كريم. انا عايز اقول لك على حاجه لقيتها امبارح، صحيح دي نقطه بقى عايز اقول لحضراتكم، انا وكريم اتكلمنا فيها وكتير على فكره، مش احنا اصحاب الفكره يعني، بس لما كنا بنقول لبعض الشركات ان انتوا لو عندهم منتجات وغيره لو تستعينوا بابطالنا الرياضيين بدل الممثلين والاعلاميين وغيره، يعني احنا بنحبهم وكل حاجه بس خلاص يعني طلعوا كتير قوي، استعين بقى وغير الثقافه شويه بالرياضيين بتوعك وابطالك. انا شفت امبارح اعلان لواحد من المنتجات العالميه هي بتعمله، بسنت حميده البطله بتاعتنا. انا فرحت جدا بجد. فهو ده بقى اللي احنا عايزينه. كنت هي دي النقطه اللي كنت هقول لحضرتك عليها دلوقتي، ان السبونسرز عاملين شغل كويس جدا، بس خلينا متفقين السبونسر مش هيسبونس او مش هي الا لو انت بطل بالظبط، الا لو انت ناجح. هو مش لازم، خلي بال حضرتك هي النقطه اللي انت لو حاطط 1 2 3 4 وبتعرف توصل لهم النتيجه بتاعت ربنا. هي الفكره ان انت تكون ناجح بس، ولا يبقى في وعي مجتمعي بالنجاح ده وادراك ليه؟ يعني اللي انا عايز اقوله لك ان في ازمنه سابقه كان في ناس بشكل كده يعني بتبقى من عند ربنا بيحققوا نجاحات وهم عايشين في ظل انعدام تام لكل الموارد ولكل اشكال الدعم. دي اللي احنا بنقول عليها وليده الصدفه. انا بكلمك بقى على ايه؟ هل لازم يبقى في يعني السبونسر؟ انا بحاول احط نفسي مكان السبونسر. هل نجاح شخص رياضي او شاب رياضي او شابه رياضيه في رياضه ما حتى لو كان نجاح كبير كافي، ولا يعني ده كافي بالنسبه لي ان هو يدفعني ان انا استثمر اعلانيا انجاز التعبير في الشخصيه دي، ولا لازم استنى لما يكون في احتفاء مجتمعي بالنجاح ده فبالتالي انزل؟ اللي هي صناعه البطل كمان من ناحيه السبونسرشيب. طيب نقول اللي فيه سبونسرز بيبص للبطل من صغره. لو هندي مثال هنا جوده، صح هنا جوده
ليها سبونسرز ما شاء الله. لو التي التوب بتاع التريننج سوت بتاعها هتلاقي فيه سبونسرز. السبونسرز دي لو بصينا لهم هي عندهم زي ما بنقول مسؤوليات مجتمعيه عامه، هتلاقيهم في ايفنتس ثانيه مش لازم رياضيه، فبالتالي هم بيتارجتوا البوينت دي. في سبونسرز بيشوف البطل كشخص انديفيدوال، وفي سبونسرز بتتارجت اتحاد. يعني احنا لو بنتكلم على الخماسي والسلاح ده بيتارجت اتحاد كامل. ليه؟ لان عارف ان الاتحاد بينفست في اللعيبه، فبالتالي الاتحاد اوفرول كل ابطاله كل نجومه كل لاعب المنتخب هيحققوا المطلوب. لكن لما نيجي نتكلم على بسنت حميده، بسنت حميده بنتكلم بعد الحوار اللي حصل في طوكيو والاصابه وعدم اللعب والعوده مره اخرى والنجاحات اللي حققتها في 2022 وكان اهمهم الاثنين الذهب في البحر المتوسط، ابتدت السبونسرز او الشركات تبص لبسنت بسنت صح مش اتحاد العاب الكوره. اوكي. فبالتالي هي السبونسرز انا شايف سبونسر الاتحاد بيبقى احسن. ليه؟ لان سبونسر الاتحاد بياخد الفلوس للاتحاد بيبتدي يشوف بقى هيوزعها ازاي، هل يا ترى على فريق الناشئين جزء، على الكبار جزء، على الشابات فبالتالي كل انشطه الاتحاد بتنجح. الطفره الرياضيه دي احنا عايشين فيها سبحان الله من بعد كورونا. يعني ايوه صحيح والله عندك حق فعلا سبحان الله. يعني يمكن مع فريق اليد كمان لو احنا هنتكلم هقول لما نيجي نتكلم فعلا احنا اول بطوله عالم اللي نظمناها في مصر لا 32 فريق كانت مصر لوحديها وقت كورونا والبابل والفقاعه الطبيه صح كده؟ طبعا البطوله دي 32 فريق الدولتين بينظموها. البطوله الجايه في 2025 ثلاث دول هينظموها ثلاث دول يعني بص حضرتك فابتداء بقى من فعلا بطوله العالم للهاندبول يعني كورونا كان وشها حلو علينا رياضيا نقدر نقول سبحان الله سبحان الله شيء عجيب قوي. في بعض الاوقات لما يعني سوري لما بتفضل العجله ماشيه تبقى محتاج ستوب كده بريك يعني ايه تفالويت بقى او صح. تشوف الدنيا ماشيه ازاي. بمناسبه حضرتك من شويه وانت بترد على نهاوند في سؤال من اسئلتها قلت ده طبيعي جدا ونتيجه منطقيه لحسن التخطيط. طيب ما احنا كده جملتك دي خلتني اعمل فلاش باك كده وافتكر الازمنه الغابره اللي بكلمك عليها، معنى كده ان احنا كنا عايشين بشكل عشوائي ما كانش فيه تخطيط بدليل ما كانش فيه نجاحات خالص تذكر. نتكلم بصراحه كان ما كانش فيه تخطيط وما كانش فيه بلان وكانت الحاجات زي ما بقول لحضرتك. يعني هي النقطه في ايه دلوقتي؟ احنا لو بنتكلم على منتخب الهاندبول وحضرتك قاعد بتتفرج الثلاث ماتشات عندك شك ان احنا نكسب؟ لا الصراحه لا. ليه؟ جهاز فني قوي، لعيبه جاهزين، لعيبه محترفه، استعدادات قبلها بشكل كويس جدا. 2019 انت كسبان بطوله عالم شباب واخد ثالث بطوله عالم ناشئين، فانت بتتكلم ان في اجيال بتسلم بعض. لكن اللي قبل كده كنا طب يا رب بقى ايه احنا بنلعب الشوط الاول حلو قوي، الشوط الثاني بنرجع يحصل لا زمان كنا تشريف تمثيل مشرف بص يعني اللي هو يعني لا يعني مثلا الحمد لله ان احنا موجودين عارف انت هقول لحضرتك على حاجه مش احنا جبنا قبل كده عمر عصر كان بيتكلم ان المركز الخامس في طوكيو هي طفره لا احنا مش عايزين كده احنا عايزين ان هو يبقى احنا رايحين عارفين ان سين او اكس واي زد هيعمل واحد اثنين ثلاثه طبعا مش هينفع نقول اللي انا النهارده حطيت لعبت كويس فهكسب اولمبيكس اللي جاي بالظبط لا هي مش كده بس بيبقى فيه مينيمم ما ينفعش تقل عنده بناء على المجهود اللي حد ادنى من الجوده تنطلق بموجبه بقى اللي ما هو ابعد يعني بالظبط يعني في لقاء سابق ليا منتخب الهاندبول ما ينفعش يقل عن ربع النهائي باذن الله باذن الله دي حقيقه الخطه اللي بعد كده يبقى نصف نهائي الانجاز او الاعجاز نعلق ميداليه فهي كده هي تدريجيا هتيجي هنتكلم كمان في التفاصيل الفنيه بس بما احنا نتكلم عن الرياضات المختلفه كمان الرياضات الفرديه وده كان خبر معانا انا وكريم في الحلقه النهارده هو عن مصطفى عسل والتالق الفظيع اللي عامله ورياضه الاسكواش اللي مصر متالقه فيها باي ديفولت بالفطره يعني احنا متالقين في الرياضه دي بالفطره وكان في لقطه كانت حلوه قوي عجبتنا برده مع طبعا كابتن محمود الخطيب ودي بقى مش عملت يعني شير يعني لا بالافات على التويتر تحديدا قال لك على اهدى يا كابتن الاهلي دايما رقم واحد انا ده عجبني ليه والناس ليه عجبتها برضو يا شادي وكريم لان انت بتتكلم انا دلوقتي بطل بس انا ما بنساش الكيان اللي انا بنتمي ليه ما بنساش بدايتي كانت فين ما بنساش الناس اللي دعمتني في اول مشواري ولحد دلوقتي بينال حب الجميع وتحديدا النادي الاهلي مصطفى يعني بص اقول لحضرتك
خلينا برضو نتفق، ستايل مصطفى جوه الكورت بتاع الاسكواش ما كانش موجود قبل كده بالنسبه للعيبه المصريين، بمعنى اللي هو الحماس الفايت اللي بيقاتل اللي هو الباور فول باور في كل كوره، الكوره حتى لو يعني برسنتج 1% بس اللي هي بتاعته بيلعب عليها، فهو كاريزما مختلفه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت دلوقتي بنتكلم على اصغر لاعب احتل صداره التصنيف العالمي، صحيح، فده مجهود عبر برضو تاريخ الرياضه بالنسبه للسكواش. فبالتالي مصطفى دايما ما بينساش النادي الاهلي، ما بينساش جمهور النادي الاهلي، جمهور الاهلي داعم ليه في ظهره على طول. انا في حديث سابق برضه معاه قلت له انت هتنقل تشجيع الكوره الملاعب الاسكواش وهي في الطريق. دي حقيقه. ده فعلا هو ما شاء الله كل ماتشاته، يعني البطولات اللي بتتلعب في مصر المنافسين ليه من الدول الثانيه بيواجهوا صعوبه فعلا بسبب الجمهور، لان هو الجمهور، هو الجمهور عارف اللي هو هيكسب كده، فلازم اشجعه كده. وعلى فكره حتى التعليق اللي هو كتبه على الصوره اللي اتعرضت من شويه على العهد يا كابتن، دي برضو فيها رساله ضمنيه لكل من هو يرتدي تيشيرت النادي الاهلي ايا كان نوع الرياضه اللي هو بيلعب او بيمثل النادي من خلالها، ان في عهد بين اي واحد لابس تيشيرت النادي الاهلي وبين النادي الاهلي شخصيا بان هو لازم يبقى في انجازات باستمرار. بص انا عايز اقول لحضرتك، يعني انا اصلا كنت لاعب تنس طاوله، ففي مجال الرياضه فكل زمايلي في الاهلي تيجي يعني احنا لو احنا بنقول مثلا توصل للسيمي فاينل فتمام الف مبروك مبسوط. فعلا فعلا من صغرهم انت خدت تاني بيعيط. لا صح. دي فعلا هي يعني هي مش فعلا مش كلايات، يعني دي ملحوظه في كل فده العهد فعلا اللي اخده النادي الاهلي، لان زي ما حضرتك عارف النسر ده لازم يفضل يطير. طبعا لازم يفضل طاير عادي طبعا. فبالتالي والنادي بيوفر على قد ما يقدر كل سبل الراحه لكل صحيح الفرق الرياضيه، فبالتالي لازم يبقى في النجاحات دي. فكل التوفيق لمصطفى، هيواجه صعوبات شديده جدا الفتره الجايه. مصطفى عنده مشكله مع الحكام بتبقى في اغلب الماتشات، فلازم التون. مصطفى زي ما بقول لحضرتك فايت جدا، انت عارف حضرتك اللي في الاسكواش في السوينج لازم يعني تدي فرصه للعيب يتحرك، المنافس يتحرك وياخد وضعه ويقدر يلعب الكره بتاعته بسهوله. بيحصل بعض الاحتكاكات، اللعيبه بتحاول تجر المصطفى للنقطه دي. احنا عايزين برضو نقول ان اخو مصطفى برضو بطل، كان كسب في البريتش اوبن تحت 17 سنه، فالعيله ما شاء الله برضو زي برضو كان شرباجي مروان محمد طبعا. فاللي انا اقصده اللي عليه دي يعني هي دي مش يعني مش نهايه الرحله، دي مجرد البدايه. بالظبط. حلو قوي الصوره اللي احنا شايفينها دي. هو برضو من ضمن الناس اللي على طول كيان الاهلي، فيعني طبعا رساله منه المؤمن زكريا حاجه جميله. بالظبط. كل الفرق الرياضيه في النادي الاهلي بعد كل انجاز وبعد كل فوز كان 2021 2022 كل حتى الاولاد او بنات كانوا بيدعموا مؤمن. ربنا يكمل شفاه على خير ونتمنى نشوفه تاني ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شادي بقى في كام حاجه كده عايز اروح لمنتخب مصر رفع الاثقال، وعندك بسمه رمضان وعندك اسماء بتلمع، وانا بحب قوي تحديدا لما اجي اتكلم عن رفع اثقال واجي اتكلم عن سيدات او فتيات، لان دايما الثقافه القديمه رفع اثقال ايه يا بنتي يطلع لك عضلات هتتجوزي ازاي حاجات بقى من الحاجات الغريبه هو المفروض اللي يخاف العريس مش اهل العروس. فكان معانا فاكر كريم فكرني سمر حمزه معانا سمر حمزه سمر مصارعه مشهوره مصارعه برضه كاريزما كانت رائعه بقى وكانت معانا وهي لذيذه قوي على المستوى الشخصي، كانت عماله تحكي لنا برضه سالناها السؤال ده، هل انت كان مشكله في تحدي في الاول لعيلتك قبل ده ولا لا؟ الرجال عمرك ضربتي حد قبل كده؟ كان ليها يعني اجابات كثيره. فتالق السيدات في رفع الاثقال ده برضه بتشوفه ازاي؟ حابب اقول لك بس ان فعلا الرياضات النسائيه في مصر واخده كل الدعم وبتحقق نتائج هايله. صح. بطوله افريقيا الاخيره اللي كانت في القاهره اتفرجي على الاستمتاع، الاستمتاع وانت بتتفرجي على حاجه اسمها ساره سمير، استمتاع فعلا. يعني انا كان اول مره اشوف رفع اثقال من الصاله ساره ما شاء الله الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. حاجه كده بتستمتعي فعلا وانت بتتفرجي عليها. رفع الاثقال يعني احنا عايزين نقول للنساء بيحققوا ميداليات كتير، كانت البدايه في ريو مع ساره ومع الاسف فتره الايقاف مع فتره برضه البحر المتوسط الميزان بتاعها كانت لغى. في حد طبعا نعمه سعيد دي حاجه كده برضه
بتاخد بطولات العالم اكنها بطولات جمهوريه. في نسمة رمضان دي لسه في البطوله العربيه بتاع 17 سنه، 3 ذهب. واعده جدا بصراحه. جدا جدا، ودي نتاج المشروع القومي للبطل الاولمبي. صح. هو حصل حاجه فيما يتعلق في رياضات معينه، ودي برضو نقطه كنا اتكلمنا فيها قبل كده يمكن عشرات المرات انا والهواند، فكره ان الدعم يا حضرات، الدعم لازم يكون موجود لما احنا عندنا ابطال عندهم قدره على تحقيق انجازات كبيره جدا في ظل غياب تام للدعم، امال لو الدعم ده اتحقق. كان من اهم الرياضات اللي عندهم مشكله يعني في كمال الاجسام، رفع الاثقال، اللي هم الناس اللي بيحتاجوا حتى بند الاكل لوحده عايز له ميزانيه لوحدها. فحصل تغيير في هذا الاطار نتج عنه النجاحات اللي احنا بنتكلم عنها دي. التغيير حصل بس بعد النتائج. بعد النتائج. طب ما كان من زمان في نتائج بتتحقق. بس ما كانش العين رايحه. يعني العين راحت لمحمد ايهاب امتى؟ بعد ريو. ايوه. قبل ريو، قبل ما يحقق. ما كانش حد يعرف ايهاب. ساره كذلك. في بطل واعد واعد محمود حسني ربنا يحميه 17 سنه حاجه كده برضه ما شاء الله. يعني انتظروا الولد ده، الولد ده كسب بطوله عالم بتاعت 17، 3 ذهب. عايز اقول لحضرتك الارقام اللي حققها في ميزانه اعلى ميزان هو محقق اعلى منه. بسم الله ما شاء الله. حلو جدا. يعني بص حضرتك، فبالتالي هيل. الولد ده انا شفت الفيديو بتاعه وهو بيتمرن في جراج. ياه. بس دلوقتي الحمد لله. اقل الامكانيات. الحمد لله بالظبط. لما حقق البطوله ومدربه اعتقد خاله، فيعني الموضوع يعني يعني ايه ما جاش بسهوله. يا اخي سبحانك يا رب، معظم الناس اللي حققوا في الرياضه بصفه خاصه نجاحات يعني مدويه، على الاقل اغلبهم مش هقول لك كلهم كانوا عايشين في ظروف معيشيه واقتصاديه من اصعب. هي دي اللي بتشدهم. اصرار بقى وكفاح. بالظبط بالظبط. لكن دلوقتي الحمد لله بقى في سبونسر ليهم، هيبتدوا ان شاء الله. هو بس النقطه اللي احنا بعد الدعم ده مش هينفع النتائج بس تقل. سبونسر سبونسر ولا مجرد حد هيجيب له تكييف في الجراج ويكمل تكييف؟ لا لا لا، سبونسر سبونسر يعني. الشركات ابتدت تتارجت. بص اقول لحضرتك على حاجه، انت دلوقتي الالعاب الفرديه من تارجت بتاعك الاولمبيكس. صح صح. فهي ايه؟ فهي بتبقى بلانز كده. احنا مثلا خلاص 2023 احنا مستنيين باريس 2024، فبنتارجت اللي احنا في الاولمبيكس عايزين نعمل كذا. فلحد الاولمبيكس دي لا هيبقى في دعم للناس دي. بس اللي انا اقصده ان ما ينفعش بقى خلاص، يعني انت والظروف صعبه عملت. طب فسهل الظروف بقى. بس اقول لك على حاجه برضه يا شادي، ده بيحصل في العالم كله طبعا، فكره سبونسر شيب بشكل اوسع بكتير واكبر من الدول يمكن العربيه شويه. بس برضه السبونسرز بيبقوا متفاهمين ان مش لازم الشخص ده اللي انا برعاه ان هو في كل البطولات هيجيبها لي او هيكسب. يعني في ده وفي ده، بس يبقى المستوى في الاخر كويس. لا عدد الميداليات يعني كويس. احنا بنتكلم اللي هو مثلا كمثال، يعني اخر مثال لمحمود هو تحت 17، فلما يلعب مثلا بطوله العالم تحت 20 ما ينفعش يقل عن دهب. لكن لما يلعب بطوله عالم كبار بزبط لو خد مثلا برونز فده كده لما يوصل بقى سنه فكده. لكن زي ما بقول لحضرتك، انا بس انت عارف حضرتك السبونسرز او السبونسر شيب بيبقى ليه ديو ديت يعني فانا عايزه يكمل يكمل ويجدد 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 لحد ما هو فعلا احنا دلوقتي الشركات الوطنيه عايز اقول لحضرتك كويس قوي انها دخلت بالظبط سم تايمز الشركات العالميه بنوك كمان يعني وطنيه طبعا هو هروح بس لجزء معين بس في الكوره ان محمد صلاح فعلا فعلا باللي عمله زود الطموحات جدا فكله بقى خلاص التارجت بتاعه حلو ده. بص احنا دايما بنقول مفيش حاجه مستحيله بس لازم الواحد يؤمن بنفسه ويستمر. صح. يعني ان انا وقفت في النص خلاص انت اللي عطلت في النص، انت عايز حاجه روح لها مش مهم مين بيقول لك ايه ومين بيعمل ايه. ما واكبر مثال على كده زي ما حضرتك قلت سمر سمر يعني سمر طبعا سمر بص ما شاء الله عليه دلوقتي ما شاء الله نمبر 1. قصص نجاح احنا دايما بنشوف البطل بس قصص الكفاح والنجاح طبعًا. حاجات طبعًا. يعني فعلا تتعمل لها حلقه يعني باذن الله ممكن نعمل ده. تنورنا يا شادي مره ثانيه. الحلقه للاسف والوقت خلص الفقره يعني بس ان شاء الله هنشوفك ثاني معانا ان شاء الله. شكرا. لازم ضروري باذن الله. بنشكرك على وجودك معانا في حلقتنا. شكرا جدا لحضرتك. هنطلع فاصل اخير بقى يا حضرات ونرجع بقى عشان في فقره طبيه مسجله نهواند ومعاها دكتور باهر السعيد وان شاء الله تكون برضو موضوع الفقره دي يهم كتير جدا من حضراتكم ونشوفكم على خير باذن الله.